بسم الله الرحمن الرحيم. دونك في إطار قرار وزاري 1275، أبارك لطلبة الأعزاء الكبير أمجد وبشقاوي وائل، تحصلوا على لابل مشروع مبتكر من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. دونك تحية خاصة لأمجد ووائل. Donc on a reçu le message officiellement من الوزارة يشرفنا أن نعلمكم بقبول طلبكم للحصول على علامة مشروع مبتكر. دونك نشكركم جزيل الشكر للمرة الثانية، بارك الله فيكم. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله وحظ موفق لبقية الطلبة اللي مازالوا ما تحصلوش على اللابل. هذا هو، بالتوفيق ان شاء الله. يعني فريمون يعني انا تشرفت اني خدمت معكم، درت تحدي وحققت التحدي هذا وتحصلت على اللابل. يعني من اول طلب ما عطونا حتى تحفظ، اول طلب قمنا به عطونا مباشره لابل. وش معناها؟ معناها البروجي هذا فيه لو كاركتر انوفون، فيه يعني جانب ابتكاري كبير. وإن شاء الله كي تفتحوا المؤسسة نتاعكم بإذن الله نتمنى لكم كل التوفيق، راح تروحوا بعيد إن شاء الله. كل التوفيق لكم إن شاء الله، والسلام عليكم.